ورجعنا من الشارع للاستوديو ولسه بنكمل حلقتنا الاستقاني النهارده عن عيد ست الحبايب. كل سنه وانت طيبه يا امي، كل سنه وانت اغلى ما املك في الدنيا، بحبك قوي. وطبعا مش هننسى الابهات، كل سنه وكل اب طيب. طبعا قبل ما ندردش احب اسلم على زميلي عمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله صح. ومعانا الضيف طبعا المغني زكي كامل. ازيك يا نور؟ عامل النهارده طبعا عيد ميلاد كامل، احب اقول له الاول كل سنه وانت طيب. بقى لسه حصلنا تسلمي لي يا عمر. كل سنه وانت طيب يا فنان. انت بقى لسه حصلنا يا عمر حبيبي يا عمر. قبل بس ما ندردش مع بعض حابين نسمع صوتك ان شاء الله، وانا ان شاء الله اقدم لكم كده حاجه بمناسبه عيد الام، عشان النهارده اصلا عيد واحده غاليه عليا وهتفضل غاليه عليا لحد ما اموت، زي ان كمان انا بقدمها لاختي الكبيره اللي هي يعتبر شالت همي من بعد موت والدتي الله يرحمها. ربنا يخليها. الله يرحمها. لو هعمل لك ايه تستاهلي 100,000 عيد على عملتي، لو هعمل لك ايه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه، لو هعمل لك ايه تستاهلي 100,000 عيد على عملتي، لو هعمل لك من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه، أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياته هم همي، اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش بيه، أعمل لا تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال، أعمل لا تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال، أعمل لا تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال، أعمل لا تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال، أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياته هم همي، اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش بيه. جميل جدا يا كامل. سلمي يا عمي حبيبي. قول لي بقى، انت شهير وسط اصحابك او وسط الناس اللي تعرفوك بالموهوب، وهي فعلا موهبه، بس ايه قصه اللي هم طلع لك كلمه الموهوب دي؟ بصي، هو موضوع كلمه الموهوب دي او اسم الموهوب ده طلع عليا من واحد عندنا في الشارع. سمع صوتي وانا صغير وبتاع وحب صوتي وما بقاش يقول الا موهبه. قال لي انا هسميك من النهارده الموهوب. الاسم ده اتنقل معايا في الدراسه، اتنقل معايا في الجامعه لما دخلت، اتنقل معايا من ضمن الناس اللي انا بقى يسمعوني بعد كده. وحبيت الاسم علشان خاطر حسيت ان الناس بتفرح لما بتناديلي بيه، فعشان كده يعني معتز قوي بالاسم ده شويه يعني. انت اصلا امتى اكتشفت موهبتك؟ هو انا اكتشفت موهبتي عند سن 8 سنين. كنت المفروض بغني في مدرسه الابتدائي، وغنيت في الاذاعه المدرسيه، كانوا في ناس بتحب تسمعني وبتحب تصورني، كنت ببص الاقي في اساتذه كتير، كان في اساتذه كتير بيخرجوا من الطوابير كده بتاعت الحوش وبيخرجوا يصوروني كمان، وبيحبوا ان هم يسمعوني. فيعني الموهبه اتنقلت معايا مع مر السنين ومع الوقت، وحسيت ان انا بكبر بيها وحبيت ان انا انميها. وغير كده انا اتاثرت اصلا بالموهبه علشان انا من صغري اتربيت على اغاني عبد الحليم حافظ. انا حبيت عبد الحليم حافظ من حب والدتي لي. فغنيت في اماكن قبل كده او حفلات كان ليك يعني؟ غنيت قبل كده في حفلات كتير، واول مره في حياتي طلعت فيها على ستيج قدام جمهور كبير، كان في مركز عندنا في نادي التنمية عندنا في المكان اللي انا عايش فيه. طلعت وغنيت فيه وخدت فيه درع، وكنت فرحان جدا ومعتز جدا بالدرع ده، لاني جمهور حبني ساعتها ومرضيش ان هم يمشوني غير لما عدت الاغنيه مره تانية، وحبوا ان هم يسمعوني مره تانية. فدي كانت اول مره في حياتي، وكانت اول علامه بيضاء في حياتي في مشواري اللي انا يعني ماشيه دلوقتي حاليا. انت على كده مشوارك بقاله كام سنه يعني؟ انت
بتتكلم عن مشوار من ابتدائي، يعني انت بتغني بقالك كتير. انا بغني من وانا عندي 8 سنين، يعني بغني دلوقتي كده يعتبر بقالي بتاع حوالي 15 سنه. ولسه كان عندك دافع ان انت تغني لحد دلوقتي؟ يعني كان مين الدافع بتاعك عموما اللي خلاك تكمل لحد دلوقتي؟ الدافع ليا كانت والدتي. والدتي كانت بتحب تسمع صوتي في اغاني عبد الحليم جدا، كانت متاثره بالفن القديم، فكانت بتحسني في اغاني عبد الحليم. كنت ممكن اجي مثلا اغني لاي حد من المطربين الجداد، كانت تقول لي لا غني الحليم، لان هي كانت بتحب تسمعني في صوت حليم. فممكن مع الوقت بقى يعني حبيت الغنى على حس والدتي، فحبيت ان انا اطلع بيه، وحبيت ان انا حسيت نفسي في المجال ده، شايف نفسي في وسط المشاهير، شايف نفسي في وسط الناس اللي طول عمرهم بيغنوا عشان يفرحوا الناس، وبيغنوا عشان خاطر يطلعوا الناس من اللي هم فيه، او يكون لون جديد ليهم عشان خاطر يعيشوا معاه. بس فهو ده السبب اللي خلاني. انت حابب طيب تشارك شخص معين؟ بصي يعني هو انا لو عايز تعمل دويتو مع حد مثلا هتعمله مع مين؟ انا يعني متاثر جدا من بعد عبد الحليم حافظ بالفنان تامر حسني. بحب تامر حسني جدا، يعني تامر حسني بحبه لشخصه لذاته. فنان ما شاء الله عليه، ذكي جدا، بيفكر وبيطور من نفسه كتير، وانا حبيته علشان خاطر حسيت فيه نفسي، حسيت فيه ان هو بيعمل الجديد، بيعمل الحاجه اللي الشباب بيعيشوها مع نفسهم، بيعمل الحالات اللي موجوده في الواقع بتاعنا. فانا حبيت علشان كده ان انا يعني ابقى زيه، او حبيت ان انا في يوم من الايام لو حتى شاركه في عمل صغير، او ان انا اطلع في يوم من الايام اتصور جنبه. طب بالمناسبه دي ما تغني لنا اغنيه لي؟ معانا مداخله. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. صباح النور. نتعرف باسمك؟ صباح النور. انا حماد. ممكن حضرتك تقفلي صوت التلفزيون بس وتسمعينا؟ الو ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا؟ الخط قطع. الخط قطع. طيب حضرتك سمعنا ايه؟ طب انا ممكن يعني اغني اغنيه لرامي صبري. انا بحب رامي صبري برضو لاني اغانيه مقصره معايا، في اغنيه كده ليه اسمها ما سالتنيش، يعني ليها ذكرى كويسه قوي معايا. فممكن ان انا اغنيها، هي اغنيه محضرها، فعشان كده انا حابب ان انا اغنيها. طب ايه ما تسمعنا؟ رامي صبري. لو كان عليك عرفك هتنساني في ثواني، مش هيفضى كتير مكاني، من الليلة ده انا حبقى ماضي وذكرى ليك. لو كان عليك صعب تبكي عنك عليا، مستحيل تحن ليا، وانت بعت هوايا ضيعته بإيديك، ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك. لو هعيش أو هموت من غير هواك، طب أقولك إيه ويفيد بإيه كل الكلام، وحيفارق إيه ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك. لو هعيش او هموت من غير هواك، طب اقولك ايه ويفيد بايه كل الكلام، وحيفارق ايه. الله عليك يا فنان حبيبي. بس اكيد دي مش موهبه بس، يعني انت موهوب وكل حاجه، بس اكيد الموهبه دي بتسقلها بالدراسه. اكيد انت درست حاجه ليها علاقه بالغناء او بالمزيكا. معانا مداخله تليفونيه. الو الو صباح الخير يا حنان. صباح الخير. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه رايك في كامل؟ سمعت صوته؟ صوته حلو. واغنيه عيد الام اللي غناها حلوه صح؟ حلوه جدا. تحبي تقولي له ايه طيب؟ انا احب اقول ان هو يوجه رساله شكر لمامتي جدا، وعايزه اقول لها كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل هم عايشين بخير يا رب.
شكرا أكيد. جدا ليكي يا حنين، شكرا ليكي جدا، شكرا ليكي جدا على اتصالك. حلو حلو جدا ان انت تكون اكيد تسكل الموهبه بتاعتك بالدراسه، ولا انت ايه رايك؟ لا بص، هو وانا درست بس اللي هو مش كتير، يعني انا درست في معهد الموسيقى العربيه قبل كده. حلو جدا. درست حوالي سنه، درست مع دكتور اسمه دكتور محمد عبد الستار، ده دكتور معروف جدا جدا في مجال الموسيقى حاليا في الاوبرا وفي في معهد الموسيقى، وبدرس حاليا مع دكتوره روسيه في الاوبرا، بدرس معاها غنى غربي علشان اتعلم الطبقات الصوتيه واتعلم ان انا اجيب اخر مساحه صوتي وكده. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه، وعلشان خاطر اكسب خبره، زي ان انا كمان بحاول اليومين دول على قدر الامكان ان انا اوصل صوتي للناس بجانب الدراسه، علشان خاطر ما بقاش عامل زي اللي هو بيسعى الحاجه لنفسه، لا انا بسعى الحاجه ليا ولحلمي وللناس كمان، تفهمني؟ رحمه جدا. بس هو ده كل الموضوع. قبل بس ما نوصل لنهايه فقرتنا النهارده، حابين نسمع منك اغنيه تكون مسك الختام. ممكن بقى اغني لحبيبي عبد الحليم حافظ، اغني له هواك. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضعت بفداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع فكراك ارجع تاني بلواك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني، ألاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصاحيك، امي اللي شاغلني بيك برد ناري، الاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصاحيك، امي اللي شاغلني بيك قرب ناري، اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضعت بفداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع واخداك وارجع تاني بلقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. حقيقي مسك الختام. تسلم حبيبي يا عمر، انت شخص موهوب ومجتهد، وان شاء الله ربنا هيعوضك خير، يعني ربنا بيكافئ الموهوبين كلهم. تسلم حبيبي يا عمر. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، بس حلقتنا لسه مكمله، انتظروا الفقره الجايه مع بلال عبده.